تلقوا بأن معظم المواطنين ما في علمهمش هذه الانتخابات، لم يتم إبلاغهم بأي وجه من الوجوه بأن هناك انتخابات جزئية، القليل اللي هما متابعين. ثم الأمر الثاني تلقاو فعلا واحد الحالة ديال العزوف عن المشاركة، وحنا هذه الفئة هي التي تهمنا، لأن تنقول لهم راه يعني المقاطعة والعزوف يصب في مصلحة الفساد الانتخابي، لأن المفسدين ديال الانتخابات الخزان الانتخابي ديالهم تسهال الشراء ديالو لما تتكون العداء المشاركة ضعيفة. وبالمناسبة أضيف أن انتخابات 2021 عرفت تراجع كبير في نسبة المشاركة، يعني كنا في حدود 30% في الدائرة، في الوقت اللي في 2016 انتخابات كانت حوالي 44%، وهذا التراجع هذا تمكن الفئات هذه الفئات المفسدة للعملية الانتخابية من شراء الأصوات.